السلام عليكم، إيش حالكم يا حلوات؟ أنا سمية حابب وحياكم الله في قناتي على اليوتيوب. فيديو اليوم بيكون عن الفاونديشنات المفضلة عندي حالياً. ما في ترتيب معين لهالفاونديشنات، بذكرهم حسب مدة الاستخدام. يعني أول فاونديشن بذكره هذا أقدم فاونديشن عندي إلين أيدد واحد. تعالوا ياي أراويكم إياها. أول فاونديشن عندي نارس شير جلو. هذا الفاونديشن تغطيته ميديم، يناسب البشرات الجافة والعادية ونوعا ما المختلطة. البشرات الدهنية هذا الفاونديشن ما بيناسبها، لأن يعطي شوية لمعة للوجه، وفي نفس الوقت ممكن مع البشرة الدهنية شوي يدهن. هذا الفاونديشن موجود في سيفورا دبي مول، وموجود برا الإمارات في أوروبا وأمريكا. في الخليج مو متأكد وين موجود. ثاني فاونديشن من لانكوم اسمه ميركل اير ديتنت. هذا الفاونديشن تغطيته من لايت إلى ميديم، يعطي البشرة إضاءة، يعطيها نظارة خفيفة، يوحد لون البشرة وبالدبل. يعني تومين تحطين كذا طبقة عشان توصلين للميديم كفرج، ثباته حلو، وأحس أنه يناسب أغلب أنواع البشرات. ثالث فاونديشن هذا من سان لوران. هذا الفاونديشن وايد سائل، حلوة تغطيته. تغطيته مب مات ولا انها جلو، لا تغطيته عادية وتغطيته وسط. ممكن تحطين كذا طبقة وممكن انها توصل الى فول كفرج. هذا الفاونديشن انا ما اخذتنه من دبن هامز، وموجود في كل ستاندات اف سان لوران. رابع فاونديشن ديور سكين ستار. هذا الفاونديشن ممتاز للبشرات الجافة. إذا بشرتك بعد دهنية أو مختلطة ممكن ما يناسبك لأنه يدهن شوي. هذا الفاونديشن تغطيته ميديوم، وأنا شارتنه من ستاند ديور، موجود في كل مكان. فاونديشن ديور وفاونديشن إف سان لوران وايد قريبين من بعض، بس إف سان لوران يناسب البشرات الدهنية أكثر، وفاونديشن ديور يناسب البشرات الجافة أكثر. خامس فاونديشن لوريال ترو ماتش. هاي النسخة الأمريكية، في منه نسخة أوروبية تقريبا مثل بعض، بس أنا حبيت هذا أكثر. تقريبا فول كفرج، من ميديم إلى فول كفرج، ثباته ممتاز وفي منه درجات وايدة. للأسف مو موجود عندنا، يعني يا تطلبينه من تاجرات الإنستغرام أو تطلبينه أونلاين. يناسب أغلب أنواع البشرات، وممكن يعطيك لمعة خفيفة بس ما يدهن على الوجه. وآخر فاونديشن ديور سكين نود إير. هذا أيضا فاونديشن عندي، تغطيته لايت تو ميديم. هذا الفاونديشن يناسب البشرات العادية إلى المختلطة. إذا بشرتك جافة هذا ما بيناسبك، مع أنه في نسبة سيرم والمفروض أنه يرطب، بس إذا عندك مناطق جافة على البشرة هذا يعلق عليها ويبرزها زيادة، وهالشي مو بحلو. وايد شكله حلو على البشرة، يعطيها شي جلو خفيف ناعم، ثباته ممتاز. هذه الفاونديشنات بحطهم كلهم مع الصور ومن وين ممكن تشترونهم في لينك على مدونتي بعد أسهل لكم. وهذه الفاونديشنات أنا مجربتها شخصيا وناسبتني وأحب استخدمها. أغلبهم ثباتهم ما بين 5 إلى 8 ساعات، وعادة أي فاونديشن أستخدمه أحب أثبته ببودرة حرة شفافة، لأن ما أحب أزيد تغطية هالفاونديشنات. وهذه يا حلوات الفاونديشنات المفضلة عندي حاليا. لا تنسون تحطوا لي لايك إذا عجبكم هذا الفيديو، وتحطوا لي كومنتس أو تعليقات شو تبغون تشوفون على قناتي، ولا تنسون السبسكرايب علشان يوصلكم كل جديد ينزل على القناة. مع السلامة.